ترأس غبطة البطريرك بير باتيسيا باتسابالا القداس الاحتفالي الذي أقامته البطريركية اللاتينية في كنيسة القديسة كاترينا الرعوية بمدينة بيت لحم، وذلك بمناسبة الرسامة الأسقفية للنائب البطريركي اللاتين في الأردن الأب جمال خضر بحضور جموع كبيرة من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. احتفلت البطريركية اللاتينية بالرسامة الأسقفية للنائب البطريركي للاتين في الأردن الأب القانوني جمال خضر دعيبس، وذلك في كنيسة سانتا كاترينا المحاذية لمغارة المهد في بيت لحم. ابتدأ القداس بدخول الموكب الذي ترأسه غبطة البطريرك بيير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين، وبمشاركة النائب البطريركي العام في القدس المطران ويليام الشوملي، والنائب البطريركي المطران الجديد رفيق نهرة، والقاصد الرسولي في القدس، ولفيف من الأساقفة والمطارنة والشمامسة من مختلف الكنائس، وجموع غفيرة من المؤمنين. امتلأت الكنيسة بعدد كبير من الراهبات والمدعوين والشخصيات الرسمية وممثلي المؤسسات واللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس وأهل الأسقف المعين وجمع من المؤمنين من مختلف الرعايا ومن مدن مختلفة. تخلل القداس القراءات من الإنجيل المقدس ورفع نشيد الروح القدس، كما تمت قراءة نص الرسالة الرسولية التي وجهها قداسة البابا فرانسيس، الذي من خلالها تم تعيين الأب دعيبس أسقفاً مساعداً في الأبرشية. انطلاقاً من هذا الرجاء الكبير الذي يدعمنا ويشجعنا في مهمة إدارة الكنيسة الجامعة، نظرنا بحب أبوي إلى الاحتياجات الروحية للجماعة الكنسية اللاتينية في القدس، التي طلب مؤخراً أسقفها غبطة البطريرك بيير باتيستا باتسابالا بإلحاح معونة للقيام بأعمال الأبرشية من أجل تقدم روحي مثمر للمؤمنين في الكنيسة البطريركية العزيزة علينا جدا. لذلك فكرنا فيك أيها الإبن الحبيب بناء على أعمالك التي قمت بها في هذا الكرسي، مدعومة بسيرتك القويمة، ورأينا أنك الشخص المناسب للقيام بهذه المهام. ومن ثم بعد الاستماع إلى رئيس مجمع الكنائس الشرقية
وبملء سلطتنا الرسولية وبموجب هذه الرسالة نقيمك أسقفاً مساعداً في الأبرشية البطريركية الأورشليمية اللاتينية مع الحقوق المرتبطة بذلك والواجبات الناجمة عنها. كما تم وضع يدي البطريرك على رأس الأسقف المعين دعيبس ومسح رأسه بالزيت المارون وتسليمه رموز الخدمة الأسقفية، الكتاب المقدس والخاتم الأسقفي والتاج والعصا الأسقفية. وفي ختام الاحتفال قام المطران دعيبس بمباركة الحضور وسط تراتيلا من جوقة الكنيسة وزغاريتا من قبل أهل المطران الجديد جمال خضر. ارحمنا يا رب ارحمنا، ولتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك. قد توكلت عليك يا رب فلا أخزى إلى الأبد. أنا على ثقة أن الله يمنح العون لمن يختارهم. ولتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، كما أنشدنا قبل قليل. إذا كان التعيين قد تم من قداسة البابا فرانسيس، فهذا يدل على ثقة ومحبة غبطة البطريرك بيير باتيستا وإخوة الكهنة الذين وضعوا ثقتهم به. شكراً غبطة البطريرك بيير باتيستا على محبتك وثقتك وإرشاداتك. إلى إخوة الكهنة الموجودين معنا اليوم والذين أيضاً لم يتمكنوا من الحضور، إن تواجدكم اليوم يمنحني الثقة أننا قادرون على السير معاً لما فيه مجد الله وخير النفوس. حضوركم يعطي احتفال اليوم بهجة وجمالا. شكرا لإخوتي الأساقف الحاضرين معنا اليوم، سيدنا ويليام الشوملي، سيدنا رفيق نهرة، كمان مبروك كمان مرة، الأساقفة من الكنائس الكاثوليكية، إخوتي الأساقفة أسقف حسام، أسقف منيب. شكرا لقبولي بينكم أخا ومشاركا في حمل المسؤولية. إلى الذي هو الألف والياء، البداية والنهاية، الحمد والتسبيح والشكر، فمنه كل شيء وله نرفع المجد والتسبيح. آمين. وبعد القداس تم تقديم التهاني للأسقف الجديد على وقع معزوفات من مجموعة كشافة الزبابدة وسط فرحة عمت قلوب الجميع. بعد هذا الاحتفال وبعد الصيام الأسقفية الآن يبدأ العمل، العمل مع الكهنة والعمل مع المؤمنين، فإلى جميع المؤمنين وخاصة المؤمنين الموجودين في الأردن بحكم كوني نائب البطريركي في الأردن، لنستمر في المسيرة معا، لنستمر في التعاون فيما بيننا من أجل مصلحة الكنيسة، من أجل خير الكنيسة ومن أجل وطننا جميعا. فلنعمل معا ولنستمر معا على هدى الروح القدس نحو السيد المسيح الذي هو الألف والياء. باسم كل شمامسة الأردن منبارك لبطركيتنا وأبرشيتنا على هذا الفرح العظيم وهاي النعمة العظيمة، هاي نعمة الأسقفية اللي هي بتنشر الرسالة لنشر كلمة المسيح ونشرة رسالة المسيح على الأرض. فمنقول مبروك لأسقفنا الجديد سيدنا جمال، وبنتمنى له مسيرة رعوية في الأردن حافلة بكل النعم والبركات بشفاعة أمنا مريم العذراء أم الكنيسة. اليوم فرحة كبيرة للكنيسة، كنيسة القدس، إنه ابن الزبابدة راح حتى يخدم أرض يوحنا المعمدان، أرض المعمدان وشعب الطيب المسيحي المؤمن في الأردن. هي أبرشية واحدة. اليوم مبسوطين كثير بهاي الفرحة العظيمة. سيدنا جمال كان رئيس المعهد الإكليريكي سابقا،
وخدم في عدة أماكن في الأبرشية، معلم بارع وعظيم، وإحنا بنعرف أنه في هاي النعمة اللي هو راح يعطيها يمنحها إلى الأردن راح يعلم الشعب المسيحي ويقود الشعب المسيحي إلى ما فيه الخير، خير النفوس وخلاص المسيحيين حتى يعرفوا إيمانهم ويعيشوا بشكل حيوي، خاصة للشباب وللكهنة. وإن شاء الله ألف مبروك لنا جميعا. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم.